قاعد يجيني. عشان تعرف ان مروان ما بيفطوش اي حاجة. عايزة تجيب شبكة، انا جبت زيها الطقطقين. بجد؟ ايوه. وقال ان هو هيقعد في شقته القديمة، انا فرشتها له من الالف للياء. هقول لك على حاجة تانية. قول يا حبيبي. انا اشتريت شقة لشاهد. ايوه ايوه، فرشتها كمان وكتبتها باسمه. بس ليه؟ ما هو كفايه شقه عزت، وبعدين فيله بابا هي موجوده. فيله عم عبد الله دي اللي هتلم العيله. اي حاج يجي بالبلد يقعد فيها ويبرطع براحته. وهنكتب على الفيلا من بره فيلا عبد الله عبد الجواد وعائلته. عرفت يا زينب؟ انا بعرف انت بتفكري في ايه وايه اللي كان في بالك. هو ايه اللي كان في بالي وانت عرفته؟ انا بعرف يا زينب اللي مشيتي يدك من قلبك اللي بيدوب لو بتتكلمي معايا. انت عاوزاني بدل عم عبد الله زي ما قلت لك سابق، مش كده؟ صح، هي دي الحقيقة. أنا كان نفسي إن أنت تبقى بدل بابا. صحيح إن أنا كنت عاوزة بابا يكون هو اللي بيجوز شاهد الله يرحمه. الله يرحمه. بس أنت موجود، البركة فيك. زينب، أنا بزعل بالكلام ده، عارفة؟ ساعتها لما قلتي لي إن أنا مكان عم عبد الله، ساعتها كمان لما بشوف النظر دي في عينيكي، بحس إن أنا أحسن راجل في الدنيا دي كلها. ما هي دي الحقيقة، أنت أحسن راجل في الدنيا دي كلها. الله عليك يا زينب، عندي حسن ظنك. أنا عمري ما كنت نقطة في بير عم عبد الله. بس بحاول، هنعمل ايه؟ انت الكبير. ربنا يخليك يا حبيبتي ويسعدك ويسعد وقتك وانت واخواتك. ¡Gracias!
هيجي. رأيي ايه في ايه؟ في الفيلا كريم. يا بوي دي مش فيلا، ده قصر، قصر من الجنة.